أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جدا. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من المستقبل. وفي العناوين: استئناف مشاورات التأليف تنتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت. العبور هذا من الإعاقة الموجودة إلى التعبير الحقيقي عن قدراتهم العلمية بتفرجي قديش آفاق تعليم مستقبلي مفتوح أمامه. وزير التربية يتفقد مراكز الامتحانات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. الهزائم المتلاحقة لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي تفجر صراعا داخليا بين أجنحتها. وفي النشرة تتابعون في الرياضة: فرنسا تتغلب على إيطاليا وديا ومصر تتعادل مع كولومبيا. أهلا بكم. من المتوقع أن تعود الحرارة إلى مختلف خطوط التأليف مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري خلال الساعات المقبلة إلى بيروت ليستأنف مشاوراته واتصالاته الداخلية الهادفة إلى رسم معالم التشكيلة الحكومية العتيدة. وفي قضية مرسوم التجنيس والذي لا يزال يتفاعل على الساحة الداخلية، وجه المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير كتابا إلى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد طلب الأخير للاستحصال على نسخة من المرسوم، أكد فيه أن الجهة الصالحة للاطلاع على مضمون كتابكم وأعطائه المجرى القانوني هي وزارة الداخلية المعنية مباشرة بالمضمون المذكور. من جهته أشار النائب الجميل إلى أنه سيتوجه يوم الاثنين إلى وزارة الداخلية لهذه الغاية. عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور اعتبر أنه عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين ماذا يبقى من الادعاءات الوطنية؟ وأضاف أبو فعور: من يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لأباء وأمهات لبنانيين يكابدون أمام القضاء والإدارات لإثبات حقهم بالجنسية، وما هو مبرر هذه العنصرية المقيتة بحق النازحين السوريين؟ أم أن الكره هو من نصيب الفقراء من النازحين والعطف المدفوع الثمن هو نصيب كبار معاوني ورجال النظام في سوريا؟ وختم أبو فعور قائلا: من يبيع جنسية لا يؤتمن على وطن. دعا الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إلى تشكيل سريع لحكومة الوفاق الوطني، مشددا خلال إفطار أقامته جمعية كشافة لبنان المستقبل أنه إذا كان تيار المستقبل غير قابل للكسر فثقة الناس بتيار المستقبل لا يجب أن تكون قابلة للكسر. واجهنا الكثير في السنوات الماضية لكننا ما زلنا هنا، ورأسنا مرفوع والشوكة في عيون وقلوب كل من حاول أن يلغينا كي يلغي مسيرة رفيق الحريري. بهذه الكلمات خطب أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري الحاضرين في الإفطار السنوي الذي أقامته جمعية كشافة لبنان المستقبل بحضور الشيخ مروان قسق ممثلا مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان نائب رئيس تيار المستقبل النقيب سمير دومت، عدد من مستشاري رئيس سعد الحريري وأعضاء من الأمانة العامة والمكتبين السياسي والتنفيذي، رئيس اتحاد كشاف لبنان يوسف خداج والهيئة الإدارية، وحشد من كشافة لبنان المستقبل. تيار المستقبل قوي فيكم بمحبينه بأهله بناسه، قوي بكل شخص آمن بهذه المسيرة، قوي وقوية بناسنا اللي عطوا دروس بالوفا بزمن ما عاد في وفا، ناسنا اللي هن مدعاية فخر لنا بزمن ساد في الغدر، ناسنا هن وجمهورنا هو الرقم الصعب اللي خلى تيار المستقبل يدل الرقم الصعب. بانتخابات خضناها باللحم الحي حققنا فيها أكبر كتلة نيابية صافية بمجلس النواب. القرارات التنظيمية اللي صدرت بما يخص المنسيات والماكنة الانتخابية ما سقطت من المريخ ولا كانت وليدة لحظتها، كان كل قرار له مسار مبني على خلاصات من مرحلة ما قبل الانتخابات، أساسا النقد الذاتي والقراءة المتأنية للأداء وصولا إلى نتائج الانتخابات. إذا كان تيار المستقبل غير قابل للكسر مثل ما قال الرئيس الحريري،
فثقة الناس بتيار المستقبل ما لازم تكون قابلة للكسر كمان. لجان المؤقتة ببيروت واللي بقى على الغربي وبرشيا وعلى الغربي ورشيا واللي بقى على الأوسط هي لجان تشكلت من جمهور تيار المستقبل وأصدقائه لدراسة أوضاعنا بهيدي المناطق وتقديم اقتراحات خلال فترة زمنية محددة ومنا بديل عن المنسئيات لراح يعاد تشكيلها لاحقا بما يعالج الخلل اللي كان موجود. وشدد أمين عام تيار المستقبل على الثقة بالرئيس الحريري ومرجعيته في تشكيل الحكومة وبحرصه على الثوابت والتصدي لأي محاولة لفرض أعراف أو معادلات خارجة عن المنطق الوطني وأحكام الدستور. الحكومة حكومة الوفاء لأنه بلد قائم على الوفاء، بلد قائم على توازنات، بلد قائم على لا غالب ولا مغلوب، هذا البلد هيك، وأي اهتزاز بهالتوازن ممكن ياخذنا على مكان ما حدا مننا بده إياه. لهيك عشان هيك الرئيس الحريري في ثقة كبيرة في اليوم مننا ومن كل الناس بالمئة وحداشر صوت اللي أخذهم بأنه يقدر يشكل حكومة تشبه تطلعاتنا تشبه أحلامنا وتقدر تكفي المسيرة اللي كنا منطلقين فيها لنرجع نخلق دينامية اقتصادية بهيدا البلد ونرجع نرجع زهرة هيدا البلد اللي هي الطبقة الوسطى اللي بتحمي هيدا البلد. وتخلل الاحتفال كلمة للمفوض العام لكشافة لبنان المستقبل جلال كبريت. بكشافة لبنان المستقبل بدنا نقول الحمد لله، الله أكرمنا برئيس للجمعية منعتز فيها وباهتمامها فينا وبمتابعتها الدقيقة لأدق التفاصيل سيدة بهية الحريري الحريصة كل الحرص على أن تكون جمعية كشافة لبنان المستقبل بطليعة الجمعيات الكشفية بالبلد بصيدا بالإقليم وببيروت وبالبقاع بعرسال وبعلبك بعكار وبطرابلس وبكل الشمال. بقدر أقول اليوم باسم الكل بهيك جو ومع رئيسي مثل السيدة بهية الحريري ولا يوم تعبنا من التعب. وفي الاحتفال شريط مصور عن نشاط كشافة لبنان المستقبل. أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط إلى أن القوات اللبنانية ستكون في صفوف المعارضة في حال لم تأخذ التمثيل الصحيح بالحكومة. أنا رأيي بعدها في بدايتها، أقل الإيمان المعلومات اللي عندي، بعض الأمور في بدايتها، في نية عند الرئيس حريري وفي فعلا إدراك على خطورة الوضع وفي عمل عم بيقوم فيه من اجل الاسراع في التشكيل لانه الوضع البلد ما بقى يحمل التاجيل. عندنا مؤتمر سادر، عندنا الوضع الاقتصادي، عندنا وضع المنطقه، هلا سمعنا سوريا شو عم بيصير فيها، يعني في مواضيع داهمه وخطيره جدا جدا جدا. نعم. علينا يجب الاسراع، والرئيس الحريري من هذه الزاويه عم بيدعي الى تشكيل حكومه سريعه، عم بيدور الزوايا بكثير من الامور من اجل الاسراع في التشكيل. نحن هلا عم نقول نحن صرنا كقوه وزنه بالشارع، عبرت عنا صناديق الاقتراع بموجه شعبيه فاجات الجميع. نحن نريد تمثيل يمثل حجمنا، اذا ارادوا تمثيل اخر نحن بنروح على المعارضه فسلمه. نحن ما يعني احتمال بقاء خارج الحكومة بالتأكيد وارد؟ بالتأكيد، إذا نحن ما قدرنا ناخد التمثيل اللي بيمثل إرادة الناس اللي أعطيتنا ثقتها. إلى ذلك يرى رجال أعمال اللبنانيون أن الإسراع بتشكيل الحكومة ينعكس إيجابا على القطاعات كافة ويعطي المجتمع الدولي صورة جيدة عن الأوضاع في لبنان. التقرير لباس الخطيب. يعول رجال الأعمال اللبنانيون على المرحلة المقبلة
خصوصا بعد حصول الانتخابات والبدء بتشكيل حكومة جديدة، حيث يمكن القول انه تمت استعادة ثقة المستثمر اللبناني والاجنبي. اول شيء استاذ باسل، نحن دائما ذكرنا انه لازم نفصل السياسة من الاقتصاد، ودغنا برهنالها مؤخرا على كل حال باخر الانتخابات، وبحيي موضوع الانتخابات لانه في موضوعين اساسيين نحن لرجال الاعمال وللاقتصاد اللبناني كانوا مهمين. فحصول الانتخابات اعاد لبنان على الخارطة الديمقراطية، واكيد ممكن يقول انه اعاد ثقة المستثمر الداخلي والخارجي، فهذه النقطة الأساسية الأولى اللي بحب حيها. النقطة الثانية، لأول مرة كرئيس رجال الأعمال اللبنانيين في العالم فيني أحكي على كل حال من القطاع الخاص اللبناني العالمي أنه صار في قانون سمح للجالية اللبنانية في العالم تنتخب. مزبوط أنه هالأرقام ما كانوا كبار والحماس ما كان كبير، لأنه لكن هي كان بداية، لكن بدأنا، فكان هيدا بالعكس رجع صالح بدي أقول اللبنان المغترب مع اللبنان المقيم. وقد نتج عن الانتخابات وتسمية الرئيس الحريري تفاؤل، لكن تجمع رجال الأعمال يعتبره تفاؤلا حذرا، خصوصا بعد مطالبة البعض بحصرية وزارات خدماتية، لأنه كل هالإيجابيات بيقدروا يتحولوا إلى سلبيات. إذا اليوم بذكر أنه اليوم المقاعد الوزارية برأينا كاقتصاديين منهم ملك أي وزير أو أي طائفة أو حزب، لكن ملك الشعب اللبناني. وذكر الوزير بلبنان أو بالعالم هو مفروض يكون بخدمة الشعب، مش أبدا تسلط على الشعب أو على غيره. النقطة الثانية، تفاؤلنا حذر لأنه إذا صار في وقت معين رح يطول إلى تأليف الحكومة، بذكر أنه في استحقاقات مالية كثير كبار على لبنان، كالوعود التي أطلقها مؤتمر سادر وفيها 11 مليار و800 مليون دولار بهدف تمويل مشاريع في تطوير البنى التحتية في لبنان، والتي ستحرك الدورة الاقتصادية وتوفر فرص عمل. بدنا كمان سلطة تشريعية اللي احنا حييناها، لكن بدنا سلطة تشريعية تقدر تواكب هالمرحلة الجديدة بقوانين أكثر من قانونين كل سنتين، اللي كلفوا للدولة اللبنانية والشعب اللبناني فوق ال 80 مليون دولار. فبرجع بقول نحن كرجال أعمال بنتمنى أنه هالاستقرار السياسي يوصل إلى عمل كلنا سوا كفريق واحد. نحن بنقول صار في انقسامات على الأرض، لكن نحن اليوم بدنا نحاسب مش الوعود، لكن نحاسب الأرقام اللي رح يجوا من بعد الانتخابات. نحن اليوم اللي بدنا نشوف هو تنفيذ الوعود اللي صاروا من الجميع، لكن هالوعود على الشعب اللبناني لازم نحسن نسبة العيش، وبدنا نساعد الشركات الصغيرة المتوسطة اللي أكبر عدد ممكن دفع ثمن كثير كبير الأزمة اللي مرقت على لبنان. فبرجع بقول لك نحن اليوم كرجال أعمال جاهزين نمد اليد العون للجميع. حصول الانتخابات وإطفاء الأجواء التفاؤلية بين كل الأطراف والبدء بملف النفط والغاز، كلها مؤشرات ستؤثر إيجابا بالاقتصاد اللبناني. تمنى عضو كتلة المستقبل النائب طارق المرعبي أن تبصر الحكومة النور في الأيام القليلة المقبلة، داعيا المرجعيات السياسية كافة إلى ملاقات الرئيس سعد الحريري في الأجواء الإيجابية السائدة. وقال المرعبي لدى استقباله العديد من الهيئات السياسية والبلدية والشعبية أن الشعب اللبناني ينتظر حكومة جديدة تشكل صدمة إيجابية وتستطيع المضي في البلاد قدما إلى الأمام ومعالجة كل المشاكل العالقة على الصديق. أهلا بكم من جديد. في التطورات اليمنية، انهيار تام للميليشيات الحوثي في الساحل الغربي، وزعيم التمرد يأمر بمحاكمة قياداته ويكلف شقيقه قيادة ما تبقى من جبهة الساحل. الضربات القاسية والانهيارات الكبيرة لميليشيات الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي فجرت صراعا داخليا بين أجنحتها وسط اتهامات متبادلة بالتخوين والفساد والتقاعس عن الحشد للجبهات. زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي هدد مشرفي ميليشياته باعتقالهم وفتح ملفات فسادهم بعد عجزهم عن حشد المسلحين للمشاركة في معارك الساحل الغربي. ونشرت وكالة أخبار تابعة للحوثيين خبرا قالت فيه أن المحكمة الجزائية المتخصصة العاصمة أصدرت حكما بإعدام 7 مشرفين حوثيين بتهم متعددة منها الخيانة الوطنية، علما أن هذا الأمر كان خرج إلى العلن في الآونة الأخيرة من خلال الاتهامات التي وجهت لقياديين في الجماعة المتمردة وعبر وسائل التواصل. مصادر المتمردين أشارت إلى أن الحوثي كلف شقيقه عبد الخالق الحوثي المكنى بأبو يونس بقيادة جبهة الساحل الغربي بعد فشل القيادات السابقة في إدارة هذه الجبهة. وسط هذه الأجواء تبدو مسألة استعادة القوات الحكومية لمدينة الحديدة وشيكا، إذ أن قوات الجيش الوطني أصبحت على مشارفها من الجنوب الشرقي، وتتركز المواجهات في منطقة الطائف والحسينية والتحيتة، إضافة إلى تقدم نحو المطار الذي أصبح لا يفصل الجيش عنه سوى 6 كيلومترات.
وسط اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن سحب القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من جنوب سوريا سيكون خلال أيام. وبشار الأسد يستعد لتنفيذ طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحل الميليشيات الموالية له أو ما يعرف بالقوات الرديفة. بعد الأنباء عن صفقة إسرائيلية روسية تتناول الوجود الإيراني في الجنوب السوري ووسط تحفظ واشنطن على التفاهمات الروسية الإسرائيلية، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا المؤكد وأعلن التوصل إلى اتفاق لسحب القوات الإيرانية وحزب الله من جنوب غرب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل. وقال نيبنزيا في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة ردا على سؤال حول هذا الاتفاق، قال إنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق والأطراف التي عملت به راضية عنه. الطرح الروسي في شأن مستقبل الجنوب السوري يتضمن خروج هيئة تحرير الشام وجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش بالإضافة إلى رافضي الاتفاق إلى جهة تحدد لاحقا، على أن تنخرط الفصائل ضمن هيكلين رئيسيين أحدهما في المنطقة الشرقية لدرعا والآخر في الغرب، حيث ستعمل هذه الفصائل إلى جانب الشرطة الروسية تحت مسمى قوات محلية. ويتضمن الطرح الروسي أيضا تعهد موسكو بعدم دخول قوات النظام إلى المنطقة على أن تعود مؤسسات الدولة إلى العمل ويرفع العلم السوري، فيما ستنتشر قوات النظام على كل الحدود مع الجولان المحتل والأردن، بالإضافة إلى فتح معبر نصيب الحدودي وخروج القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية وحزب الله من الجنوب السوري. وفي إطار التفاهمات الجارية كشفت مصادر أن النظام السوري سيعمد إلى حل الميليشيات الموالية له والتي كانت تشارك إلى جانب قواته تحت مسمى قوات رديفة، تلبية لمطلب روسي جاء في خلال زيارة الأسد إلى موسكو الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر أن الطلب الروسي شمل الميليشيات المدعومة إيرانيا والتي سيخيرها الأسد ما بين التسريح في شكل نهائي أو بتطويعها في شكل رسمي ضمن صفوف القوات النظامية. من جهته نفى وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم التوصل لأي اتفاق بخصوص الجنوب السوري، مؤكدا أن ذلك لن يكون قبل انسحاب القوات الأمريكية من التنف. وقال المعلم إن إسرائيل هي من روجت لرواية التواجد العسكري الإيراني في الجنوب السوري وكل التحركات تصب في خدمة هذا الهدف، نافيا أي وجود عسكري إيراني يتعدى الدور الاستشاري لبعض المستشارين ولا وجود لقواعد عسكرية ثابتة مثل ما تروج له إسرائيل بعكس الوجود التركي والأمريكي والفرنسي، مؤكدا أنه طالما هناك حربا ضد الإرهاب فسوريا كدولة ذات سيادة ستتعاون مع من تشاء على حد قوله. أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب المصري اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية. وحضر الجلسة نواب البرلمان ورئيس الوزراء شريف إسماعيل وعدد من الوزراء إلى جانب شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طوادرس الثاني. السيسي أكد عدم استثناء أحد من المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته وسطوته. ستمضي الدولة المصرية قدما وبثبات نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها، تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها، بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخي بالنسبة للقضايا المصرية بالمنطقة. استخدمت الولايات المتحدة حق نقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قدمته الكويت يدعو إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعدما سقط مشروع قرار أمريكي يدين الفصائل الفلسطينية. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إن رفض مشروع القرار العربي دليل على أن إسرائيل فوق القانون الدولي، وعجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته سيساهم بمزيد من التوتر والعنف ونشر الكراهية. استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطن بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في المكان.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب، فيما ذكرت وزارة الصحة أن هوية الشاب لم تعرف بعد. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. وفاة الممثلة القديرة جورجيت النابلسي. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها: استئناف مشاورات التأليف تنتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت. وزير التربية يتفقد مراكز الامتحانات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. الهزائم المتلاحقة لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي تفجر صراعا داخليا بين أجنحتها. متابعة للحالات التي سجلت في كفر عبيدة قضاء البترون والتي تم التداول فيها على أنها حالات وبائية معدية مما أثار الذعر بين المواطنين، عقدت اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة برئاسة المدير العام اجتماعا طارئا، ودرست جميع التقارير والتحاليل الطبية، وتبين أن الحالات المرضية المسجلة هي غير مرتبطة ببعضها، ولم يثبت حتى الآن أنها ناقلة لعدوى مرض انتقالي، وبالتالي لا يوجد حالة وبائية في المنطقة. وبناء عليه تطمئن الوزارة المواطنين وهي مستمرة بمراقبة الأوضاع الصحية عن كثب، وسوف تعلن عن أي معلومات جديدة حول هذا الموضوع في حال ظهورها. منذ بداية شهر رمضان المبارك وسماء العاصمة تتلألأ بالأنوار والألوان نتيجة تزويد المساجد بأضاءة الليزر، مما يطفي جوا من السحر والروحانية. التقرير لربيع شطف. ليس غريبا على بيروت أن تلبس حلة شهر رمضان المبارك المضيئة، لكن هذه السنة الأنوار والألوان في المساجد والسراي الحكومي وبيت الوسط تنبئ بأن الفرح مضاعف. بتوصية من الرئيس سعد الحريري تم للمرة الأولى تزويد مساجد العاصمة بإضاءة الليزر إلى الأعلى لتتشكل لوحة خلابة على الأرض تبهر الناظر إليها من الجو. قبل أن يدخل شهر رمضان هناك عادة، وهي عادة طيبة بل هي مطلوبة في هذا الوقت الذي نعيش فيه، أن يقوم الناس بالفرح والسرور بقدوم هذا الشهر، وذلك بتزيين بيوتهم، بتزيين شوارعهم، بتزيين مساجدهم فرحا بهذه العبادة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالزينة التي ترونها في البلد هي شيء جميل يعبر عن الفرح والسرور. المديرية العامة للأوقاف توعز إلى الأئمة أن يقوموا بتزيين المساجد، ولكن هذه السنة بيروت هي مضاءة أكثر مما كانت عليه سابقا، خاصة ذاك الإشعاع الذي نراه يخرج من الأرض إلى السماء. الفرح الظاهر ينعكس سعادة على نفسية المارين من جانب المساجد، كما على نفسية المؤمنين، لا سيما خلال صلاة التراويح التي تأخذ مؤديها إلى عالم روحاني آخر. فولم يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. منطقة إقليم الخروب تعول على عيد الفطر وعلى فرص العمل التي سيوفرها مؤتمر سادر. تقرير والتفاصيل. يترقب التجار في منطقة إقليم الخروب عيد الفطر المبارك للاستفادة من موسم شراء الملابس والمأكولات والهدايا، لعلهم يعوضون بعض ما خسروه في الأشهر السابقة من العام الجاري. ويعول التجار أيضا على مؤتمر ساد الذي سينتج عنه خلق فرص عمل للشباب اللبناني الذي يبحث عن وظائف. ونحن اليوم نعول كثيرا على موضوع سيدرز يلي هو هدف الأساسي اليوم بالحكومة، ونحن بدنا نقول أنه اليوم مشروع سيدرز اللي أتى فيه الرئيس سعد الحريري هو ضمن علاقاته الشخصية وثقته، يعني العالم إلى ثقة فيه، ونحن اليوم لازم مد إيدنا له ونعمل المستحيل
لحتى اليوم هالمشروع ينهض الاقتصاد اللبناني، لأنه احنا شايفين الهاوي اليوم. منطقة إقليم الخروب من المناطق التي تستوعب مصانع عدة، وهي تعرف بتوفيرها الأراضي لإنشاء هذه المصانع. الوضع التجاري بإقليم الخروب اليوم لا بأس فيه، يعني صار عندنا مصانع ومؤسسات تجارية هائلة، ونحن اليوم على القطاع الاقتصادي والصناعي صار في قطاع صناعي مهم بإقليم الخروب من جراء إنشاء بعض المعامل، ومعظم المعامل كلها بتنقل لبرا، يعني بتنقل برات بيروت. ويشدد الاقتصاديون على ضرورة قيام الدولة بتنظيم العمالة السورية لما تتسبب به من منافسة لليد العاملة اللبنانية وخسائر على الاقتصاد اللبناني عموما والمناطق خصوصا. مثل 8 عسكريين من بينهم ضابطان أمام المحكمة العسكرية الدائمة في جلسة استجواب على خلفية الادعاء عليهم مشتركين بتهمة إهمال الواجبات الوظيفية، مما أدى لفقدان أسلحة أميرية حربية. وقد قررت الهيئة استدعاء أحد العسكريين للاستماع إلى إفادته في جلسة حددت في 17 من شهر تشرين الأول المقبل. توفيت الممثلة القديرة وزوجة الممثل الراحل عبد السلام النابلسي جورجيت سبات النابلسي مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض. هذا وتقبل التعازي اليوم وغدا في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الأرثوذكس الأشرفي. بعد صراع مع المرض رحلت الممثلة اللبنانية جورجيت سبات النابلسي بصمت. جورجيت التي عرف اسمها في الوسط الفني كممثلة شاركت في الكثير من الأعمال مثل مسلسل المغامرة حياتي عازف الليل حول غرفتي والبخلاء. قصة حب عاشتها جورجيت والممثل الكوميدي المصري عبد السلام النابلسي المعروف بأنه كان أشهر عازب في الوسط الفني حتى سن 60 من عمره، ولم تلعب بالمرأة إلا أدوارا ثانوية في حياته. النابلسي لم يخفق قلبه إلا لجورجيت التي كانت تتابعه في كل تحركاته، ليتطور الإعجاب إلى حب شديد أدى إلى زواجهما، لينتصر الحب على الكثير من العقبات وعلى رأسها فارق السن واختلاف الديانة ومعارضة أهلها فهربا سويا. بين مصر ولبنان عاشت حياة الحب والفن، وبعد رحيل عبد السلام في العام 1986 أصبحت تحمل رسالة الوفاء لزوجها، فكان اسمه يطغى على كل لقاءاتها الإعلامية والصحفية. لازم حكاية الخطف ده كان ضرورة من ضروريات لأنها يعني هي من دين غير دين. فما قدرش أروح أتقدم أقول لهم الله مش غير طبيعي. إنما الطبيعي أنه يحصل الخطف. صرت أعطيه من قلب قلبي، وبعدين الأفلام تبقولنا صواريخ 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 على ما قال، يعني مثل الصاروخ كل فيلم. جورجيت النابلسي أعطت الكثير للزمن الجميل، ونجحت في أن تكون مثالا يحتذى به في الأخلاق والحب والوفاء. أوقفت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في محلة شتيل الطيوني المدعو صاد عين لاشتباه به بترويج مخدرات، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات ومبلغا ماليا وصورة عن بطاقة هوية لبنانية باسم مغاير، وقد تم حجز الدراجة. كما تمكنت من توقيف 3 أشخاص على متن دراجة آلية لمحاولتهم شراء المواد المخدرة منه، وقد سلموا مع المضبوطات إلى فصيلة الطريق الجديد لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المقصد. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الاحتجاجات متواصلة في العاصمة الأردنية عمان. أهلا بكم من جديد. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية تقضي بتعيينات وتعديلات وزارية وإنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام واستحداث هيئات حكومية جديدة. وعين الملك سلمان الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزيرا للثقافة، بينما حل أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية محل علي بن ناصر الغفيص الذي أعفي من منصبه. كما أمر الملك سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك بإنشاء مجلس للمحميات الملكية برئاسة ولي العهد. شهدت العاصمة الأردنية عمان ومناطق أخرى من المملكة مساء أمس وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل،
وأطلق المشاركون هتافات تطالب الحكومة بانتهاج سياسات اقتصادية واضحة لا تؤثر على المواطنين. هذا وتواصلت الاحتجاجات رغم أن العاهل الأردني عبد الله الثاني أمر الحكومة بتجميد قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء في حزيران بعد احتجاجات شارك فيها مئات الأردنيين. أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يناقش خلال القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مسألة تخفيض الوجود العسكري في كوريا الجنوبية. وقال ماتيس في مؤتمر حول الأمن في سنغافورة إن أي مناقشة بشأن وجود الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية هي مسألة تناقش فقط بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهذه ليست جزءا بل منفصلة تماما عن المفاوضات مع كوريا الشمالية ولن تكون محورا للنقاش مع بيونغ يانغ. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طائرة عسكرية إيرانية تحطمت في إقليم أصفهان، مضيفة بأن سبب الحادث لم يتضح بعد. وأضافت الوكالة أن مصير طاقم الطائرة غير معروف بعد، وأن فريق الطوارئ في طريقها لمكان تحطم الطائرة في وسط إيران. في الرياضة بعد كريستيانو رونالدو يبلغ زملائه بقراره النهائي. ونصل إلى الصفحة الرياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. حقق منتخب فرنسا فوز مثير امبارح بالمباراة الودية اللي جمعته مع نظيره الإيطالي بنتيجة 3-1، وذلك ضمن إطار تحضيرات فريق الديوك لخوض نهائيات كأس العالم يلي رح يقام بروسيا الشهر المقبل. بالإطار نفسه اعترف ديديه ديشام مدرب المنتخب الفرنسي بأنه فريقه عانى ببعض أوقات الشوط الثاني أمام إيطاليا رغم قدرتهم على صناعة عدة فرص. وقال ديشام بتصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: يجب علينا أن نكون أكثر تأثيرا في أقرب وقت ممكن، ينتظرنا التحضير الأخير قبل كأس العالم وسأسمح للاعبين بالحصول على يومين للراحة. نحن يجب علينا الحفاظ على الفريق من ناحية الحماس والطموح. واختتم ديشان تصريحاته قائلا: نحن لا نقوم بكل شيء بطريقة مثالية، لكن في الوقت الراهن الأداء مريض نوعا ما. بدورة تعادل منتخب مصر مع نظيره الكولومبي سلبا بالمباراة الودية اللي جمعتهم أيضا امبارح ضمن تحضيرات المنتخبين لمونديال روسيا يلي رح يقام خلال الفترة الممتدة من 14 حزيران ولغاية 15 تموز المقبل. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو كشف لنجوم النادي الملكي عن مستقبله مع الفريق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي. وبحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فأن رونالدو أكد لهم أنه قرر الرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأضافت الصحيفة أنه لاعبي ريال مدريد كانوا بيعرفوا أنه نهائي كاف هو اللقاء الأخير لرونالدو بقميص الفريق، لكنهم ما توقعوا تلميح رونالدو لهالأمر مباشرة بعد فوزهم بلقب الشامبيونز ليج. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن منح الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي ريال مدريد الإسباني مهلة من أجل حسم التعاقد معه لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان. وبحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية فإن المدرب يريد قيادة الريال بالفترة المقبلة، لكنه لا يرغب بالدخول في حرب مع رئيس توتنهام، حيث أمهل الريال 5 أيام من أجل تكثيف المفاوضات مع توتنهام لأنه بده يحسم مستقبله خلال هالمهلة فقط. أوضح يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا موقف الحارس مانويل نوير من المشاركة بالمباراة الودية اليوم أمام النمسا. وقال لوف بمؤتمر صحافي: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لنوير، سأتحدث معه وإذا استمرت الأمور كلها على ما يرام فإنه سيشارك منذ البداية اليوم. ورح تكون مباراة اليوم إذن هي الأولى لنوير منذ سبتمبر الماضي من بعد ما أصيب بكسر بالقدم، كما أن الأولى له بقميص المنتخب منذ أكتوبر 2016. ومن ناحية تانية كشف التقارير الصحفية الإسبانية سر تراجع نادي ريال مدريد عن التعاقد مع يواكيم لوف خلفا الفرنسي زين الدين زيدان، وحيث أشارت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية إلى أن قدوم لوف للملكة رح يكون ب 17 تموز المقبل أي بعد نهاية كأس العالم، وهو ما يعتبر وقت طويل جدا، لذلك تراجع النادي عن التعاقد معه.
وكان قد صرح لوف بأنه غير مهتم بقيادة ريال مدريد خلفا لزيدان، مشددا على أنه مرتبط بعقد مع الاتحاد الألماني حتى عام 2020. ختام نشطنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين: استئناف مشاورات التأليف تنتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت. من الإعاقة الموجودة إلى التعبير الحقيقي عن قدراته العلمية بتفرجي قديش آفاق تعليم مستقبلي مفتوح أمامه. وزير التربية يتفقد مراكز الامتحانات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. الهزائم المتلاحقة لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي تفجر صراعا داخليا بين أجنحتها. وكان في الرياضة، فرنسا تتغلب على إيطاليا وديا ومصر تتعادل مع كولومبيا. ختام نشرتي من الميدان، شكرا لكم وإلى اللقاء. أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جدا.